السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم صلصة التوفي أو صلصة الكراميل بطريقة سهلة واقتصادية وموفرة جدا. شوية حاجات كده من عندنا من البيت، ولا بقى هنحط كريمة لباني، ولا هنحتاج ننزل نشتري كريم شانتي، ولا أي حاجة. كمان هنستعملها في حاجات كتير قوي، نستعملها في التورتات والجاتوهات، وهنستعملها كمان في السينابون، وهعمل لكم كيكة حلوة قوي بيها، ونقدر نزوق بيها رز بلبن، حاجات كتير قوي. طيب بصوا بقى، انا عايزه اوريكم قوامها تحفه ازاي. ايه رايكم؟ كمان كل ما تقعد تتقل تاكل كده اصلا، يعني مش مستنيه حاجه. تعالوا بقى نشوف هتتعمل ازاي. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لي لايك كده على السريع. وعشان نحضر مع بعض الكراميل الاقتصادي، هنحتاج شوية حاجات بسيطة قوي كلها موجودة عندنا في البيت. كوباية سكر، ومعلقة كبيرة مليانة من النشا، ومعلقة زبدة وباكو فانيليا، وكوباية كبيرة من اللبن. هندوب النشا في نصها وهنضيف نصها اول ما نحس ان الخليط اتكرمل معانا. دلوقتي تعالوا نعمله بقى مع بعض. هحط بقى حاجة على النار، اهم حاجة تكون الحاجة دي غويطة طبعا، لان الكراميل لا قدر الله لسعته وحشة جدا. هنشيل بقى دي من السكر كده. هنحط بقى السكر على النار زي بالطريقة دي. اوبا، هنحط بقى السكر على النار، مش هنقلبه دلوقتي خالص لحد ما نبتدي يسيح من تحت، ويبتدي على الاطراف يبان لنا انه ابتدى يسيح. في الوقت ده احنا معلين النار، اول ما نحس انه ابتدى يسيح من الاطراف هوطي عليه النار، وساعتها ممكن اقلبه. قبل كده مش هقلبه ولا احط فيه اي معلقه. طبعا استعملت حاجه غويطه عشان خاطر لسعته وحشه، ويعني واعرف اقلب، لاني لما احط اللبن عليه بيطلع دخان جامد. ابتدى يسيح شوية هم الاطراف، بس لسه برضو مش هقلب عليه دلوقتي. ابتدي اقلبه بقى، انا حاسه ان هو بقى يسيح من الاطراف اهو. لحد ما يسيح معايا كويس كده، خلاص الكراميل ساح ووصل للون حلو قوي. هنضيف عليه بقى مكعب الزبده ده، اقلب بسرعه. يعني لو قلقانين من النار ممكن نوطي النار شويه قوي، او نطفي النار كمان، لان خلوا بالكم يعني ما بين اللسع وما بين ان الكراميل يطلع حلو يعني ثواني شعره. خلي بالكم كويس قوي من النقطه دي عشان الكراميل ما يتحرقش منكم. اول ما يوصل للون المظبوط لازم نبتدي نحط عليه الزبده كده، زبده ساحت اهي، ونحط عليه اللبن على طول. اللبن اهو دوبنا فيه النشا. معلش عشان بس الكاميرا، انا هضيفه عليها عادي جدا. لو كتل معانا شويه، هو كتل فعلا اهو، عادي جدا. دلوقتي هيفك وهيبقى زي الفل اهو. ابتدى يفك معانا، وهنفضل نقلب لحد ما يفك معانا خالص التكتلات ديت. ولو احتاجنا شويه لبن نحط، مفيش مشكله. بصوا بقى كده الكراميل لما ساح وفك كل التكتلات اللي فيه بقى عامل ازاي وناعم ازاي. انا هضيف له بقى فانيليا، باكو فانيليا واحد بس. طبعا انا اضطريت اضيف له نص كوبايه لبن كمان عشان افك التكتلات اللي فيه بس. وبقى ناعم، قوامه ناعم وتحفه. طبعا ممكن نستعمله في الكراميلينو، نحطه تحتيه، نحطه على الترط، نحطه على الحلويات، نحطه على يعني كيكات، 100,000 حاجه صراحه بيتحط عليها. عشان كده انا حبيت اعمله معاكم لوحده طريقه اقتصاديه، ولا حطينا كريم شانتي، ولا حطينا كريمه لباني، ولا حطينا اي حاجه. وبصوا قوامه عامل ازاي، تحفه. ممكن ده يتاكل كده اصلا،
دلوقتي كمان كل ما يتركن كل ما هيتقل اكتر. نقدر نحفظه في علبة ونحطه في الفريزر ونطلعه عند اللزوم. وانا كمان هعمل لكم بيه كيكه حلوه قوي. بصوا بقى قوامها عامل ازاي، كريمي وتحفه وتقيله.